أنا إيهاب حسين سينيور كونسلتنت في إيه؟ آه لا ما أنا بتكلمش كتير. أنا سينيور سكيورتي كونسلتنت في شركة اسمها IOActive. الداي تو داي جوب بتاعي ريفرس انجينيرنج بنتريشن تيستنج هاردوير هاكينج اند كود ريفيو. والتويتر بتاعي لو حابين تفولو اي حاجه انا بعملها على تويتر اتس ذير. طيب مين IOActive؟ IOActive احنا شركه بنشتغل مع الجلوبال 1000 كومبانيز من سنه 98 واخدين ريكوجنايزد از ذا موست امبورتنت كومباني في حته السكيورتي within the last 30 years. اثنين من الثلاثه الريسيرشرز التوب من IOActive، واكيد الاسامي دي عدت على حد لو بيتابع السمارت سيتيز او بيتابع حاجات اتاكس على الافيشن زي بوينج والحاجات دي. والسي او جينيفر ستيفنز دايفرستي باور 50. ولو عايزين تعرفوا اكتر IOActive.com. طيب احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ احنا هنتكلم عن وات از هاردوير هاكينج، بطبقه ازاي، بطبقه فين، وايه الطرق اللي انا بتكلم معاها مع الهاردوير. طيب ما عنديش اس اس اتش، ما عنديش ويب، ما عنديش بروتوكول، ما عنديش اي حاجه، بلاك بوكس ديفايس، ازاي اتكلم معاه؟ فهنبتدي نعرف ايه الكوميونيكيشن، الويز اوف كوميونيكيشن اللي بنقدر نستخدمها مع الهاردوير. لما الناس ابتدت تهاك هاردوير وابتدى الموضوع يبقى فيري سيريس في حتت تقلق نيشن وايد، قال لك لا نبتدي نحط بروتكشنز جوه المايكرو كنترولرز، جوه الكيسنج بتاع الهاردوير. فابتدوا يعملوا بروتكشن ميكانيزم. وبعد كده هنشوف التولز اللي احنا بنستخدمها انا او ازاي انا بنيت اللاب بتاعي هنا في مصر. قبل ما نخش في ريل لايف سيناريوز هنتفرج ازاي بتسحب الفيرموير باكتر من طريقه وباكتر من اسلوب، يعني مثلا عن طريق الفولتج، عن طريق بروتوكول مفتوح او انترفيس، وازاي تباي باس شويه فيتشرز كده. طيب ابسط مثال ممكن اقوله عن الهاردوير هاكينج ان انا هاكستراكت الاول داتا من الديفايس علشان اخش في الريفرس انجينيرنج واطلع الفولنبيليتي، then I exploit. This is how you compromise hardware. الايمج اللي فوق على اليمين الهاردوير اتاكس متقسمه 2 or 3 types. سيمي اند نون انفيسيف، يعني ما بعملش دامج للشيب نفسها. والانفيسيف اتاكس زي ما انت شايف انا اكشلي ابتديت ابقى انفيسيف. انتوا عارفين ان انتوا لما تبصوا على اي مايكرو كنترولر بتلاقوا طبقه ايبوكسي سودا كده. الطبقه الايبوكسي دي لما بتشيلها بيبقى اكشلي الشيب تحتيها. And this is how it looks like. طيب ايه انواع النون انفيسيف اتاكس؟ طبعا السوفت وير فولنبيليتيز الطبيعيه اللي بتيجي عن طريق الريفرس انجينيرنج. السايد شانل اتاكس زي ان في حد بيسيب فيري امبورتنت انفورميشن ان لوج فايل، فا اتس ا سايد شانل. او وانت بتعمل كريبتوجرافيك فانكشن بتستخدم كهرباء قد ايه؟ منها وانت بشوف انا عن طريق مثلا حاجه زي ديفايس اسمه الاوسيلوسكوب وهنشوفه قدام شويه، ازاي اقدر اديرايف الكي بتاع الانكريبشن بتاعك عن طريق بس الفولتج، فانت لازم تخلي بالك من الحته دي. نوع تاني اسمه الفولت انجكشن وعندي دمو هديه قدام شويه، ازاي بفصل الكهرباء في وقت معين عن ديفايس ان هو ما يعملش ريست، بس ان انا اباي باس انستراكشن مثلا جوه وايل ترو لوب، هو عمال يلوب وانا عايز الانستراكشن اللي تحت، عندي اوثنتيكيشن عايز اباي باسها. ف how will I use voltage ان انا ما ريستش الديفايس but at the same time I will gain access to it. ودي من الاتاكس اللي بتحصل على السكيور بوت لودرز، عايزه دمب حته مش راضيه. ف this is how it is. من ضمن الانجكشن اتاكس اللي هي الكلوك، والكلوك هنشرحه قدام شويه عشان نبقى عارفين بقدر اعمل بيه ايه. طيب اتاكس تاني يو في ميموري اريسنج، الترا فايولت ميموري اريسنج. لو عندك اي بروم تشبايه عليها فلاش، اتس فلاش، وجبت المونيكير بتاع البنات اللي هو النيل بولش وحطيته في حتت معينه على الشيب اللي هي في بتروح فين؟ اللي هي هنا.
في حتت معينه I will put nail polish على الحته دي وبعد كده هحط الشيب دي under ultraviolet lights. فايه اللي بيحصل؟ بفليب السكيورتي بيتس اللي فيها ما انا ببقى عارف مكانها فين. And I bypass some mechanisms فيها ولسه عندي الفلاش. There is very nice attacks في حتة الهاردوير. وعندنا البروتوكولز والانترفيسز اللي هنتكلم مع الهاردوير. طيب احنا هنشوف معظم البروتوكولز الكومن في 6 ديموز. واحدة reverse engineering demo, how to learn to deal with a binary you don't know anything about. So when you deal with a binary, I will show you the methodology to unpack any binary for any hardware. Same, just needs a lot of reading. لازم هتقرأ كتير. Last thing is microscopy with x-rays. طيب, عندي واحد صاحبي بيطري فبستخدم الاكس-ray بتاعه. طيب. لازم تبقى عارف انك لما بتتعامل مع سمارت ميتر او جهاز فيري فيه حاجات كونفيدنشال ممكن لما تفتح الكيس بتاعته تتريجر سويتش تمسح لك كل حاجه جوه. يو هاف فيلد. فيو هاف تو تيك ميجرز انك تبقى عارف ان مفيش سويتش جوه. فانا بجيب الاكس راي ماشين وخلي بالك برضو ان سام كيسز اكس راي ويل ديليت يور ميموري. سو يو هاف تو نو وات يو ديلينج وذ. عشان كده في الهاردوير يو هاف تو هاف مور ذان وان ديفايس. وان از ديستركتبل. One is for the real testing. So, من هنا بقدر أشوف الشيبس فين. عندي فلاش, عندي مايكرو كنترولر, هل في سويتشز ولا لا؟ ما عنديش سويتش, void الوارنتي وافتح and enjoy. لو عندك سويتش جوه, know where the switch is, وبمنشار اقطع حوالين البتاع وما تترجرش السويتش. Invasive attacks. Invasive attacks بتحتاج شوية chemicals. فانت هتبقى scientist شوية. يعني هتستخدم nitric acid. حاجة اسمها fuming nitric acid. بتيجي على الشيب قبل ما تفتح. بتعمل لها pocket بحاجة اسمها دريمل. بتديها بيبقى فيه pocket بس طبعا الشاشة مش هتورينا الكلام ده. بس ممكن نعمل حاجة تورينا. شايفين فيه pocket هنا. بحطها بعد كده على hot plate. حاجة بتسخن. زي عين بتاعت البوتاجاز وبحط فيها فيومينج نيتريك اسيد. فيومينج نيتريك اسيد مش هيبوظ الشيب اللي تحت but it will uncover الشيب. فناو يو هاف 99.9% if you have these tools. واحنا عندنا في IOActive you will 99% hack any device. If you're an invasive attack you are in the device. الحاجة الأولى هي الفوكست اي ام بيم قبل ما مايكرو بروبينج سوري. زي ما انتم شايفين في نيدلز داخلة جوه الشيب. الصورة اللي هي الأولانية خالص أنا بخش على اللاينز الوايرز اللي جوه الشيب and then I can hook it up to my tools عشان أقدر انجكت فيها حاجة وأسمع الريسبونس am I on the correct line or not. So on a very micro level. طيب الفوكست اي ام بيم لو عندي في السيركت جوه الشيب بتاعتي زي هنا فور انستنس عندي انا عرفت ان هنا في حته سكيورتي بروتكشن. الفوكست اي ام بيم بينزل لي تو ذا مايكرون ليفل حاجه يعني اقل من الشعرايه واقدر ارسم تريس جوه البروسيسور ان انا باي باس الفيتشر دي. فعرفته ليه 99% جارانتيد اي ويل باي باس ات ان اولويز. لاست ثينج از ذا electron scanning microscopy. اللي تحت دي visual image under the microscope for a flash. لو انت شايف هتلاقي في نقط سودا في حتت وفي نقط مفيش نقط سودا في حتت. حد يعرف دي ايه؟ Yes. ايه؟ No. هتاخدها it's a transistor yes but it's the binary representation of the firmware in the chip. So now you can reconstruct the binary with only حاجتين, electron scanning microscope and image recognition. فانت مش تعمل حاجة. Go inside, علمها يعني ايه black, يعني ايه white, and then you go through all this, reconstruct the binary بتاعك لهك من bin to hex to hex to binary, which is easy, very easy. المهم, ازاي بقى بيبقى فيه protection? ميكانيكال سويتش. لو حد اشتغل ب 3 دي برينترز شاف السويتش ده قبل كده. اون اند اوف سويتش
ده one thing واحنا كنا اتكلمنا عنه. Security screws, حاول تفتح ايفون وانت قاعد دلوقتي impossible. You need screwdrivers. فدي من ضمن البروتكشنز ودي شكل السكرودرايفرز اللي انت ممكن تشوفها. Security lock bit, في جزء من الميموري one bit if it's set by the vendor which is bypassed برضو يعني with some advanced techniques. لما تيجي تقرا الفيرموير بتاعه هتقول لك ان كلها F's. You cannot read the firmware because the security bit is on. Voltage monitoring. لو حس الشيب انك hooked on a part of the chip, الفولتج بتقل فبيحسها. امسح. Security. Okay? There are ways around this also. Temperature sensors, لو انت في حته فيها درجه الحراره اتغيرت برضو عشان ممكن يبقى راح من حته لحته فقال لك لا. It's not the same. Strong sealing of the housing, زي الايباد. حاول يفتح الايباد من ورا. It needs tools. مثلا. Data remnants, لما تيجي تعمل operation free memory, clean zero, zero the memory. Don't leave anything in memory. Cold boot attacks. وهكذا. طبعا تخلي الفيرموير بتاعتك signed وencrypted عشان مش اي حد يحط اي فيرموير في اي حته. Vibration sensors, لو حاجه اتسرقت اتحركت. Trigger. And the debugging ports are not disabled but literally destroyed. Had disabled, ها enable. ما انا عندي invasive attacks. هفليب اي حاجه انت عاملها في الميموري. ف destroy them. كلنا شفنا بورد قبل كده. Out of just curiosity, فتحنا حاجه بصينا جوه ما عرفناش ايه الكلام ده. قفلناها خلاص. But you have seen it. انت عايز تدور على الحاجات اللي زي these are debugging. بدل ما كل شويه يشيل الشيب ويحطها والفندر يشيب one by one, لا بيعمل debugging ports في كل حته. This is what you want to look for. الفولتج, الجراوند, الحاجات دي, وهنتكلم عن الحاجات دي دلوقتي. الهيدرز, other headers. And طبعا الناس اللي شغاله سيسكو او سكيدا, it's a debugging port. ف RS232. ايه الكومن بروتوكولز؟ عندنا حاجه اسمها جي تاك وهنشرحه يعني ايه. عندنا حاجه اسمها اس دبليو دي, عندنا اس بي اي, يو ارت, اي تو سي, وفي حاجات كتير ثانيه. But these are the most common things you will find in embedded devices اللي انتوا هتشتغلوا عليها زي الاي او تيز وكده. جي تاج شورت فور جوينت تيست اكشن جروب, بيستخدم للديباجنج. انا يعني ايه ديباجنج؟ ديباجنج يعني باخد سوفت وير مثلا بحطه في ديباجر زي جي دي بي, اولي دي بي جي, اكس 64 دي بي جي, صح؟ ليترلي ديباجنج هنا يعني بتاخد المايكرو كنترولر وتحطه في جي دي بي, واحنا هنتفرج على دي ازاي هديباج مايكرو كنترولر لايف بديباجر. طيب الجي تاك ده بيبقى فيه 4 pins. pins يعني البروسيسور اهي, وهتلاقي رجول طالعه منها من كل حته. دي اسمها البين. كل البينز دي ليها كونفيجريشن بتبقى من الداتا شيت بتاعه. هتبقى عارف فين التي دي اي, الداتا اللي هتخش له, الداتا اللي هتطلع منه, الكلوك. وهنتكلم عن الكلوك عشان ده من اهم الحاجات اللي في اي بورد. والمود سيلكت والريست. عايز اريست البين, عايز اريست المايكرو كنترولر, اي كان ريست ات لو انا على الشيب. طيب جي تاك ده بيبقى دايزي تشيند. عندك مايكرو كنترولر, فلاش, اي حاجه ثانيه ممكن يبقوا ورا بعض. وكل واحده فيهم از ان اي دي. لما عاوز اكلم دي هكلمها عن طريق الاي دي, بس ات ويل جو ثرو ذا هول تشيبس وهتطلع من ناحيه ثانيه. وهنا عشان كده بقول لك ان الكوميونيكيشن سبيد بتديبند على ابطا تشيب ان ذا دايزي تشين. اي اي في بلوج عامله one of the most brilliant descriptions of جي تاج. اعتقد ساعه ونص هتفهم دي بتشتغل فولي ازاي. اتس بيوتيفول يعني. الاس دبليو دي ما هو الا جي تاج جديد شويه, بس قال لك بدل ما اربعه او خمسه بينز احنا نخليهم اثنين. one of the pins هتبقى باي دايركشنال, انبوت او اوتبوت, والكلوك. لو انتوا شايفين ان كل حاجه فيها كلوك. اوبس. اس بي اي ده نوع من السيريال انترفيس, ده بتستخدمه في البروجرامينج والدمبنج اوف ذا تشيبس. يعني ايه دمبنج؟ هنشوفهم لايف. يعني بسرق الفيرموير او باخد الفيرموير من الديفايس. وده بيستخدم 4 pins, ماستر اوت سليف ان, ماستر ان سليف اوت, كلوك وتشيب سيلكت. انا هكلم اي واحده فيهم. وده بيبقى 1 ماستر وان ليميتد سليفز على البي سي بي.
اليو ارت، وده ممكن الناس اللي اشتغلت هاردوير اكيد لمست اليو ارت قبل كده، وده بيبقى تو بينز ترانسميت اند ريسيف، ببعت له حاجه هيبعت لي حاجه. Last I squared C integrated circuit ده بيستخدم for communication not for debugging أو programming. Unlimited masters يعني كذا master ممكن يكلمه a limited amount of slaves. يعني clock كل شوية clock. طيب clock ده اللي بينظم لك بيsynchronize anything inside your circuit. امتى هيفتش instruction وامتى هيexecute وامتى هيعمل وامتى هيعمل، عامل زي عارف لما تنط الحبل انت if you're not synchronized الحبل هيجي في ظهرك واكيد ده حصل، فانت it is a synchronization thing. sorry. وده شكلها لايف قدامك على الاوسيلوسكوب، وهنتكلم عن الاوسيلوسكوب قدام شويه. Major tip, if you're going to go into hardware hacking, اتعلم schematics من بدري عشان هتعوز تعمل a circuit معينة تأتاك بيها حاجة، عايز تفولو tutorial تبقى عارف أصلاً إيه اللي أنا عمال أقرأ، أنا شايف diagram أنا عايزة، فاتعلم schematics من بدري. عندك two tools, two kinds, software and the hardware tools. Software tools طبعا انا مش عايز امشي فيها كتير، بس it's fast, it's easy. IDA Pro, my favorite disassembler. Not Hydra, not anything else. مع اعتذار يعني اعتذاري لكله، but IDA Pro is my favorite. الديباجرز لازم هتستخدم جي دي بي مالتي اركيتكتشر. لو ما استخدمتش جي دي بي مالتي اركيتكتشر وانت شغال على حاجه ARM مش هيفهم الانستركشن. So it's best to always go with the multi architecture. Flash ROM ده بيساعدك انك تبول عن طريق software and a hardware device between ال target بتاعك ال flash او الميموري بتاعته. binwalk اكيد ناس سمعت عن binwalk قبل كده، ده بيقدر تعمل assessment analysis لباينري فايل ويقول لك جواها مثلا file system جواها zip files جواها كذا، فده بيساعدك كتير. hex editor and minicom Wireshark. واكتر حاجه هتستخدمها هي الداتا شيتس، واعمل حسابك ان اكتر حاجه هتعملها اكتر من الهاكينج is reading. If you don't like reading this is not for you. Python, C, assembly واسمبلي فور ARM. بس لازم يبقى عندك C عشان انت لو مش بتفهم قوي instructions فايده مثلا الاسمبلر instructions you can read it in C no problem لو عندك hex rays. وطبعا the best is Kali or Ubuntu، كل التولز دي بتنزل عليها. Hardware tools. التولز دي اللي انا بليت بيها اللاب بتاعتي، minus some other tools. Silicon mat دي بتستخدمها عشان لما تحط عليها الديفايس بتاعك ما يقعدش يتحرك منك، ده نمرة واحد. It's heat resistant عشان لما تحط ال soldering iron او المكوى اللي هي بيعملوا بيها اللحام ما تسحش. بلس ان يبقى عندك سيرفيس من تحت ما تعملش شورت سيركت، ما تلمس حاجات في البورده من تحت. ده باس بايرت، ده بيساعدك فور ديبوجينج فور دامبينج فيرموير، بيستخدم زي الجي تاج وبيستخدم الاس بي اي على حسب الشيب بتاعتك هتستقبل منك ايه. اند يو ويل نو ات ثرو الداتا شيت. جي تاجيليتر ده ديفايس لما يبقى عندك pins عايز اعرف كل pin دي رايحه فين، انا معيش داتا شيت، اسم الفندر مش موجود على الشيب، بستخدم الديفايس ده بوصله على البينز كلها بتاعت البروسيسور. البين يعني عشان بس نبقى عارفين هتلاقوا هنا pin 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 البينز، فبتوصله بالبينز دي عشان تعرف كل واحده مثلا الجي تاك فين، فهو هي هذا الالجوريثم انسايد تو نو وير ايتش بين از عشان يسهل عليك. اتس ا بروت فورسر for hardware. J-Link وSilicon Labs adapters، دول debug adapters، دول بيساعدوك انك تاخد المايكرو كنترولر بتاعك وتحطه جوه GDB multi architecture عشان تقدر تبريك بوينت، تسد بريك بوينتس اللي انا عمال اقراها في ايدا عايز اشوفها لايف عشان اعرف اطلع الداتا اللي جواها، ف it helps you to put بريك بوينتس. ميني برو ده لو عندك
يعني بي سي بورد قديمه هتلاقي تشيب بتاعت البايوس او حاجه كده, يو ريموف ات, يو بوت ات اون هير, تعرف بس النوع بتاعها, تقول له هيقوم مدمب لك الميموري اللي عليها فور يور نيكست ستيج ويتش از ريفرس انجينيرنج. دي ديبجر تاني فور اس تي مايكرو الكترونكس مايكرو كنترولرز. زي ما عندك انتل واي ام دي, في بقى في الارم بقى ناس كتير. نوفوتون اتس ان ارم ديبجر برضو بس فور نوفوتون مايكرو كنترولرز. سيلي لوجيك, ده لوجيك انالايزر بيستخدم نفس الحاجات اللي هيدالك الديبجر هيدالك برضو هنا, بس الحاجه الوحيده اللي مش تقدر تعملها از لايف انتراكشن. يو سنيف ذن يو ورك. ده يعني بيساعدك قوي في حته كوميونيكيشن, عايز تعرف بالظبط الكوميونيكيشن اللي حصلت اوفر ا سبيسيفيك بروتوكول, ده هيعمل لك ليها ديكودر عشان بيجي معاه ديكودرز كتير قوي. سيريال يو اس بي كيبل, اكيد احنا ناس اي تي فاكيد ناس عدت عليها. اف بي جي اي, one of my favorite devices. اكيد الناس اللي في الجامعه اشتغلوا على اف بي جي اي قبل كده, ولا ما حدش اشتغل على اف بي جي اي؟ اوكي, ده فيل بروجرامبل جيت اري, ده ما فيهوش كورز. يو ديزاين يور كور, ده بيدي لك جيتس, ما هو اللي هو الترانزستورز اللي جوه. فيو كان بروجرام تو دو اني ثينج. احنا في الهاردوير هاكينج بنستخدمها تو كنترول ذا كلوك اوف انذر ديفايس عشان اقدر اعمل فولت انجكشن في وقت معين, عايزه يجيب انستراكشن مش دلوقتي, عايز اخليه يجيبها او يعدي الانستراكشن دي فاعدله في كلوك, فده بيخليني اعمل كده. انتل واي ام دي والناس دي كلها بتعمل بروتوتايبنج للتشيب قبل المانيفاكتشري على اف بي جي اي, بس دي اف بي جي اي صغيره, هم عندهم حاجات بمليونز بيعملوا عليها البروتوتايبنج قبل ما يطلعوا برودكشن, يقوم عامل الكورس بتاعته على الاف بي جي اي then ship to production if they like it. مالتي ميتر من الحاجات المهمه قوي, يقول لك الكهرباء اللي معديه قد ايه, في حتتين واصلين ببعض, ونشوف الكلام ده كله واحنا بنعمل الديموز. باور سبلاي, انا بحبذ يبقى عندك اثنين باور سبلاي لو انت محتاج تعمل اتاك محتاجه تو كاينز اوف فولتجز, انا يبقى عندي اثنين عشان اقدر ادي واحده 3 فولت وواحده 0.8 فولت, بحيث ان انا ما اعملش ما اقفلش السيركت عنها تبقى زيرو فولتج, بس اتليست اديها شويه فولت زياده ما تعملش ريسيت, وهنشوف الكلام ده قدام شويه. سولدرنج ايرون من الحاجات المهمه قوي. ده عشان تقدر تلحم سلكه في البورده او تقدر تباي باس حاجه او تعمل شورتنج لحاجه او حاجه اتفكت من على البورد, تقدر تلحمها بأسدير which is lead. وبيبقى عندك كابتن تيب. كابتن تيب لو ناس بتعمل 3D printing بتستخدمه, بس الكابتن تيب هنا بنستخدمه بحيث ان انا ايزوليت الشيب بتاعتي وانا بستخدم هوت اير جان, بيبقى معايا مسدس هواء سخن عشان انا عايز اشيل الشيب دي عشان اعمل بيها فانكشن تاني, عايز باي باس ريستريكشن هنتكلم عنه قدام, ان في حاجه اسمها فولتج ريجليتر. طب الفولتج ريجليتر ده مش هينفعني في الجليتشنج اتاكس, ليه؟ عشان كل ما هاجي هفصل الفولتج عنه هيريجوليت تو 3 فولتس, فانا اقوم عامل ايه؟ شايل الشيب منه خالص, بس خلاص باي باي الريجوليتر, انا كده اي باي باست حته الريجوليتر وكده, اي كان كنترول ذا شيب وذ ماي فولتج وذاوت ريجوليشنز. ف وين يو كم تو دي سولجر شيب فروم ذا بورد, اولويز ايزوليتد وذ كابتن تيب عشان ده ما بيخليش الحراره تعدي, فيو دونت ميستيكنلي ريموف another component انت مش واخد بالك منها, ممكن تبقى very tiny وباظت البورد. فلكس بيست, ده بيساعدك انك تلحم اقوى واسرع, and it helps you remove the chip اسرع, ده ماده بتحطها على البورد وتسخن البورد بسولدرنج ايرون اللي هو فوق على اليمين. طيب حصل معاك مشكله وانت بتلحم مثلا هيدرز, فحصل لك شورت سيركت هنا, الطبيعي انك تقوم جايب سكينه وتحاول تعافر وكده, بس قال لك لا, في حاجه اسمها الجوت ويك, ده بتحطه على القصدير وتسخنه يقوم شافته فيرجعها لك زي اللي على الشمال دي خالص, براند نيو. اندو, كانك عندك اندو فيتشر. طيب هيلبينج هاندز, هافينج 6 هاندز از بيتر ذان 2, ف من الحاجات الكويسة قوي يبقى عندك helping hands, حاجة تمسك لي سلك, حاجة تعمل لي كده, أنا عندي بتاعتي فيها 5 more hands, so 7 hands is perfect. microscopes,
ما عنديش الكترون مايكروسكوب بس نفسي يبقى عندي بس I have a good very very good microscope. اكتر مايكروسكوب بستخدمه اللي هو بتاع اللي هو اللي بيعملوه بتاع الذهب ده من اكتر الحاجات اللي هنا. الاندوسكوب ده بقدر لو انا مثلا عايز ابتدي اتاك سيف خزنه في اي تي ام او حاجه بقدر ادخله من حتت معينه اقدر اشوف where I want to attack from inside عشان ابلان الاتاك بتاعتي من بره فبدل ما بوظ الدنيا بس حته صغيره ادخل منها لنا. افلام ساي فاي. اوسيلوسكوب one of the best devices you will ever have. انا قعدت فتره طويله عشان اجيبه. It allows you to see the voltage against time. The x-axis is time, y-axis is voltage. فانا عارف كل حاجه بتحصل امتى and how big how long did it happen for. عشان اقدر اكررها عشان اقدر اعرف when will I do introduce some problems. When will I know if it's a 1 or a 0 عشان اطلع منها key. You never know. Okay, so it's a very 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 nice device. small outline integrated circuit clip بدل ما اقعد الحم بقى على كل واحده من دول سلك عشان اوصلها بديباجر لا هم عملوا كيت تقوم واخدها زي المشبك حاططها تطلع لك 4 pins 8 pins 16 32 كيت بحالها ما بقتش تستخدم السولدرنج ايرون في حاله ان الشيب اب عن البي سي بي شويه او البورد يعني مفكات كل ما تلاقي مفك اشتري يعني بس مش نفس الحاجه اقعد اشتري حاجات كتير عشان يبقى عندك فرايتي لو جالك حته فيها مش عارف تفتح مش هتنشرها ف you have to be prepared with كل ما يبقى عندك قدامك سكروز مش موجوده عندي هاتها يعني what's the problem you're building a lab wires اكتر حاجه هتستخدمها توصل من حته لحته فهتحتاج wires tweezers خلي بالكم التويزر هنا ده ما يكونش بيعمل short circuits دي سيراميك تويزر وانا بسخن وعايز اشيل الشيب عشان اشيلها مظبوطه I use a tweezer عشان اشيلها ما اشيلهاش بالجنب بس فيقطع لي بين او حاجه فبشدها لفوق and this is very good for that. Always be grounded. You can ruin a device by static electricity. Okay؟ ما ينفعش حاجه شاكوش اللي بعده خلاص ما ينفعش حاجه. Okay. حاجات اللي تخلي بالك منها. Very important things to be aware of. Always wear protective gear. مش عيب. مش عيب تلبس نظارة. مش عيب تلبس كوت وانت شغال بأسيدز. مش عيب انك تبقى grounded. No. You could die if you are not properly wearing protective gear. ممكن حاجة تطلع من البورد تخش في عينيك. Always wear protective gear. The best scientists, the best hackers, wear protective gear. It's not no one again do kada. Always wear. Plan it, learn it, we learn it تحتها 20 خط. You have only one choice, one chance with the hardware. It حرقت the project tag buzz. Learn it very well. Take time. الحاجات دي بتاخد وقت. It's not 2 minutes. And then hack it. خليك grounded. Prepare انك هتحرق equipment في الأول. أنا حرقت equipment كتير. You're gonna get electrocuted. هتتكهرب. مفيش فيها كلام. هتنسى بقى حاجة. هتتكهرب. هتلمس حاجة. هتتكهرب. Don't be afraid انك تexperiment. من الحاجات أنا خايف أحرق الهاردوير. If you don't experiment, maybe you're gonna do it. If you fail, you fail. Just buy another one or خلاص. You learned your lesson. You're not gonna do it again. Learn from your mistakes also. Always have at least 2 things. If you're in a project, ask the vendor to give you 2 things. لو انت هتست حاجه لوحدك حاول تجيب 2 ما قدرتش be very careful patience. جزء من اللاب عندي وهنتكلم عن my few demos. عاملين 4 demos الاولانيين ازاي نسحب firmware من كذا device. ديمو الخامس reverse engineering how to prepare your IDA pro for reverse engineering. انا ممكن اخد الباينري احطه في هيدرا It will disassemble it. NSA has spent a lot of time in this area. بس مش هتdisassemble كلها. If you put it in IDA, هتدي لك bytes. I would prefer if I know what the microcontroller is doing, عشان ما غلطش. ما يدينيش instruction في Hydra غلط. لا, I know what I'm doing. You have to read.
وهديكوا الميثودولوجي بتاعتي. 6 فولت انجكشن اتاك هيبقى عندنا وايل لوب تحتيها الفلاج في سي تي اف. الوايل لوب دي اتس ا ترو لوب وايل ترو عمرها ما بتنتهي does not exit I cannot reach print f اللي بعد اللوب. هنintroduce an electricity attack على البوردة ان هي to corrupt the instruction ده وتروح اللي بعده and then it prints the flag out which is very nice if you learn how to do it. اول دمو عندنا هنتكلم مع راوتر عن طريق UART وهن brute force البينز مكانها فين مع ان ممكن تعملها بمالتي ميتر بس هنستخدم الجي تاج ليتر وهنعرف مكانها فين. الحاجة الحلوة قوي اللي كانت في البوردة دي ان هو كاتب لي ان هنا UART انا ما ضيعتش وقت انا خلاص عرفت اتاكها فين. This is finished. Some people write it, some people don't write it, some people don't put it. فاضطر تتكلم مع الشيب directly. خلي بالكم الناس اللي اشتغلت بيو ارت بعد كده وهتكونكت عليها سيريال زي ما هتكونكت على سيسكو ديفايس بسيريال هتنزل في الاخر هتلاقي يوزر نيم وباسورد تانتر وبتاع عن طريق السيريال او يدخلك على الشيل دايركتلي او في الحاله دي. ودي كانت حلوه عشان اللي احنا هنشوفه دلوقتي يو هاف تو ثينك اوتسايد ذا بوكس ا ليتل بيت. ولا هيبقى عندنا يوزر نيم ولا هيبقى عندنا اي حاجه هيدينا سكرين واقفه مش هعرف اعمل حاجه. عن طريق السيريال وعن طريق ان انا قريت واتس اون ذا بورد عرفت ان في a way to pull the firmware from a debugging part of the a chip. تعال نشوف شكلها عامل ازاي. شكرا. My talks for more demos. Serial check. Full screen ولا؟ Yes. انا بستخدم مالتيميتر ان انا اعرف فين الباور والجراوند دول اللي انا عايزه. انا كده عرفت ان التو بوينتس دول متوصلين والتو بوينتس دول متوصلين هعرفه منين. انا دوست على 4 عرفت ان دي الجراوند دوست على 8 which is power فانا عرفت 2 من 4 pins قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه. توصل الجي تاج ليتر ثانيه واحده نعمل I think this is the best option. عايز اعرف انا مكونكت الجي تاجليتر ازاي على يو اس بي 0 فهروح اكونفيجره ان هو يروح يقرا من يو اس بي 0. اتس ا تيرمينال بيخليك تكومينيكيت اوفر سيريال ده ميني كوم. انا قلت له ان انا عايز اتكلم مع ديفايس اوفر السيريال. اليوزر بتاعي مش في الجروب بتاع اليو اس بي فا اي هاف تو سودو. اند ذن وين يو ستارت يقول لك ويلكم وات دو يو ونا دو. انا عايز اتكلم معاها UART so I press U. انا كده UART هيقول لي الفولتج. البورده دي بتستخدم 3.3 فولت ومعظم الحاجات اللي هتستخدموها 3.3 فولت. قلت له انا هستخدم 3.3 فولت عشان يقدر يباور اون الديفايس واقول له انا هبتدي من شانل 0 يعني البينز اللي على الجي تاج ليتر من 0 ل 2 انا عايز 2 بينز اونلي. هيخش هيبتدي يبروت فورس وهيجي هنا هتلاقي 0D 0A carriage return it is a perfect match for an enter يعني this is good communication. البود ريت بتاعي 38400 وانا قلت له ان هي 38400 وريستارت الديفايس. هيقول لك ايه ريبوتنج. انا بتفرج دلوقتي على الديفايس وهي بتبوت ما كانتش عندي دي. طيب بوتت الديفايس وللاسف مفيش يوزر نيم وباسورد. I find a nice way to extract the firmware from there. الريال تك فيها debugging مود في البوت لودر. ثانيه واحده. You have to read about your chips. لما بتدوس escape وانت بتبوت هيضربك في a debug menu. debug menu دي بتدي لك ايه؟ memory inspection dump bytes address. I have the firmware. هكتب لها python script يروح ينفذ اللي انا هعمله. هدمب الميموري دلوقتي خلاص خلاص مع الايمج بتاعت لينكس اللي على الديفايس. نايس. You have to read your chips. ما انت لازم تعرف دي capability بتاعتها ايه. فممكن تكتب small python script تقول له عايز اروح للادرس ده ودمب لي في text file. بعد كده عايز اكون اكونفرت الهكس اللي انا خدته
لأ باينري فيها regular expression بسيطة خيبانة قوي بتقول لها هتيدي من A to A to F من 0 ل 9 and then هنشوفها دلوقتي فاكرين في الأول لما ضمنتها من على الديفايس نفسه هنشوفها هنا أنا بقيت عندي في text file أنا معايا دلوقتي firmware ناقص بس إن أنا I clean it up put it all together أقلبها الباينري فايل أقدر أعمل عليها الأناليسيس بتاعتي and this is exactly what we're gonna do and python make bintu hex أديله file input file output when you come to write the script one time وحطها عندك عشان هتستخدمها كتير this has become a script مع إن خدت مني 2 minutes to write 1 minute it's gonna be my script write scripts مش عيب دلوقتي هنبين walk الديفايس يقول لك اه انت عندك خلاص انت عندك firmware how can we make sure that we have a firmware extract ممكن تستراكت ببين walk minus e او dd command على اللينكس بين walk if you can do it then that's good نخش على الفايل ال extracted نقرا admin مثلا من اي حته ادي الويب سيرفر لوكس يس معايا firmware من حتى unexpected صح؟ yeah حتى unexpected الفندر ما فكرش فيها يعني you have to know what's on the board to make up tricks ده سيدي logic it's a logic analyzer بيقدر يanalyze حاجات زي الجيتاج والI2C والحاجات دي but it is passive يعني it's a sniffing tool وبعد كده هبتدي استخدم الداتا دي بعدين انا الغرض اللي انا عملته من هنا ان انا عايز الاقي البين معيش جي تاجليتر بس معايا لوجيك انالايزر طب ما اللوجيك انالايزر ده هيخليني الاقي برضو اني بين فيهم الريسيف واني واحده ترانسميت هقول له انا عايز اسنف 4 20 seconds 10 seconds هبوت الديفايس بعد ما ادوس ستارت هقول بوت اتس سامبلينج عمال يكولكت كل حاجه اند هيدي لك كده خلاص انا عرفت الترانسميت بتاعي على اني بين خلاص يعني I don't need to brute force انا الترانسميت بتاعي على البين نمبر 1 على الديفايس بتاعي دي كل البروتوكولز اللي اقدر اعمل لها ديباجنج انا دي الترانسميت وعارفين ان احنا 38400 البود ريت جامب تو ايمج كيرنل خلاص now you know everything so it's decoded it for it for you jump to kernel image perfect كده one way of extracting a firmware unexpectedly من device now another way عندي flash نوعها 25Q مش عارف كذا no problem اول حاجه تعملها تروح تجيب الداتا شيت حاططها سايد باي سايد الشيب اللي هنا هتلاقي هنا في there is a small difference هنا yeah هتلاقيها هنا ويقول لك ان دي بين 1 خلاص انا كده عرفت اقرا الشيب اول واحده سي اس ماستر ان سليف اوت رايت بروتكت جراوند فولت هولد كلوك وسليف ان طيب انا ما خلصتش الايا you have to read the whole data sheet عشان هيجي يقول لك في حته تحت كده to hold it the hold البين دي goes low to stop any serial communication يعني هو اول ما هيقوم الشيب دي هينفصل الكهرباء عن البين دي فايه اللي يحصل لما اجي اتكلم معاها سيريال مش تتكلم معايا ف what do you do بسيطه قوي 3 فولت سيريال والهولد هلزقهم ببعض 3 فولت خدهم مش محتاجها من البورد هديها له منه هام بريدج بين الفولت 3.3 which is holding it high هتعمل ايه هت enable السيريال كوميونيكيشن very easy ودي شكلها عامل كده 3 فولت هولد 3 فولت انا وصلت الاثنين ببعض خلاص سيريال كوميونيكيشن enabled هران كوماند اسمه flash rom
وهقول له انا بستخدم ديفايس اسمه الباس بايرت ده موجود على يو اس بي 0 هتكلم معاه عن طريق الاس بي اي والسبيد بتاعتها هتبقى 1 ميجا وعايزك تكتب لي اي حاجه هتقراها من الميموري كلها في فو دوت بين تعال نشوف شكلها عامل ازاي باس بايرت cool. طيب فلاش روم باس بايرت لقى جيجا ديفايس اللي احنا كنا لسه قايلينها بيرفكت كده احنا انيبلد سيريال كوميونيكيشن هنكتبها في ال في ال فو دوت بين تاخد شويه صغيرين اتس 2 ميجا بايتس اي ثينك الفلاش فينيشت خلاص بقت معايا الفيرموير معايا يعني انا معايا اللينكس اوبريتنج سيستم بتاع الديفايس ماينس اي فو دوت بين اكستراكت عايز ايه تاني معايا الشادو فايل يعني معايا الشادو فايل وانا بتست بقى لقيت حاجه غريبه قوي password.org حد واخد باله يعني حدش هياخد باله طبعا عشان البتاع دي في باسورد اسمها online underscore r backdoor password الباسورد بتاعتها 12345 اوكي فانت كمان لقيت backdoor perfect طيب عايز بقى عايز اكونكت ويب ما انا مش عندي file system وفي احتماليه للسايد شانل اناليسيس ان في حد سايب في اللوجز او حاجه يس ذس از ذا تروث سايب الادمن يوزر نيم والادمن باسورد في يوزر نيم ادمن باسورد ايكوال ادمن معلش اللي بعديها لازم اشرحها سوري يعني اوكي معايا كل حاجه انا عايز اشرح لكم حته الريفرس انجينيرنج علشان تعرفوا تكملوا اتس ا فيري ايزي ثينج ان شاء الله اورايت سبوتيفاي مش دلوقتي مش هخش في دي هشرحها بسرعه نفس اللي حصل لقيت تشيب على البورده شلتها حطيتها على الديفايس الديفايس قلت له دامب الميموري اداني الفيرموير معلش ينفع اوريها اتس 1 مينيت ميني برو معلش بقى لقيتها عندي بقى في حته قديمه فرستد بصيت عليها عرفت هي نوعها ايه حطيتها على الميني برو السوفت وير بيجي معاها 14300 and something chips انت اي تشيب هتلاقيه هنا ادي الشيب بتاعتنا نجري قدام شويه بس ريد في عندك ريد اي دي خلاص انا بقرا الشيب يعني جيم اوفر للشيب دي اوكي فيرموير خلاص كل الطرق بقى اي حاجه تجيب منها فيرموير دو ات ناو The most important part in the presentation. لسه في تاني تموس. طيب معلش بقى يا عمر هنجري بسرعه في الديموس عشان انا عايز حته الريفرس انجينيرنج عشان this is very important. عايز اخد المايكرو كنترولر احطه في جي دي بي. استخدم حاجه اسمها اوبن او سي دي بتوصل الجي تاج بالبوينتس بتاعتها وبتوصلها لديباجر هتلاقي السيليكون لابز ادابتر هنا واصل على الشيب ايه اللي بيحصل بقى انا اسف ان انا هجري هنا بس يعني at least we should see it live debugging هنجري شويه function plus alright هقول له راح فين انت فصلتني ولا ايه Sorry. Right. قلنا له ان انا هستخدم اوبن او سي دي
الانترفيس بتاعي اسم الديباجر بيجي معاه كل الكونفيجريشن فايلز. عايز استخدم الجي تاج التارجت بتاعي الشيب دي EM357 هيقوم كونفيجر اوبن او سي دي ان هو عارف الشيب دي الكونفيجريشن شكلها عامل ازاي الميموري فين دي هنا دي هنا دي هنا فا ات ويل دو ات اول فور يو. ف وين يو كم تو دو الكوماند هنا انا بضمب بس الفيرموير بتاعها فلاش دمب ميموري فينيشت يعني مفيش ابسط من كده يعني. بيدي لك بقى جي دي بي بقى اديشن تقدر تخش بقى انفو ريجسترز نيكست انستراكشن ريسيت هولت وات ايفر تشينج الانستراكشن تقدر تاخد دي تحطها جوه جي دي بي فول اكسس ديباجنج عندك ايدا جنبك في كل حاجه اي جو ان اكزامين لايف اون ذا سيستم مفيش احلى من كده. فده ميزه جي تاج واس دبليو دي. اوكي play from current light. جبنا firmware bin walk zero file on data. اعمل ايه؟ What would I do? Microscope chip اقرا هات الداتا شيت عرفت ان هو ده ARM processor cortex M0. next step يعني ايه كورتكس ام زيرو؟ الاركيتكتشر انا عايز افهم بتتعمل ازاي. ما تيجي تقرا بقى الكتاب يدي لك بقى everything يقول لك لما البروسيسور يقوم بيروح يبص على ادرس 0000 بيرفكت انا عرفت البيز ادرس بتاعي زيروس. تاني حاجه the beginning of the image at address 000 has a vector table. طب الفيكتور تيبل دي دي اكسبشنز ما هو كل حاجه شغاله في ARM اكسبشنز. عايز اروح للمين فانكشن اكسبشن اسمه ريسيت فيكتور تلاقيها at 04 ده المين انتري بوينت بتاع ARM ريسيت فيكتور. في ناس بتعمل حركه لذيذه في النص they do a vector table relocation يشيلها لك من هنا هنا but you can find it it's very easy ولازم تحصل يعني and you can see it. تالت حاجة يقول لك إن الـ ARM architecture ARM 6M another brilliant point لأيدا برو. أنا كده عمال أجمع حاجات لأيدا. أول two word addresses من الـ vector table هو الـ stack أنا كده عرفت الـ stack فين. هايل. والتاني واحدة is the reset vector والـ reset vector يعني the entry point to the application. ليه بقى؟ حلو الكلام. نفتح أيدا. وانا ال كونكتد هايل نفتح ايدا ونشوف القصه دي شكلها عامل ازاي. very fast very efficient. perfect شكرا هن upgrade باذن الله. new نفتح الفيرموير ديمو firmware demo test firmware.bin خدها الناحيه دي اوبس كانسل دراج اند دروب لو سمحت هنا اهو حلو قوي. ايدا ما نفعنيش didn't know what it is binary file. طب يلا بقى نديله اللي احنا اتعلمناه let's do it. first thing احنا عرفنا ان هو it's an arm little indian ده من الدوكيومنتيشن انا ما جبتش حاجه من عندي. set processor options ARM V6M عرفنا ان هو شغال thumb technology ودي حاجه لازم تخلي بالك منها كويس ان في مايكرو كنترولرز بتستخدم اثنين instruction set في نفس الوقت ممكن تكون شغاله ARM ممكن تكون شغاله thumb في نفس الوقت but there are techniques to know when is when وهديكوا التريك دي التريك دي مهمه قوي. alright okay هنقول له ROM address start ما احنا معانا ROM زيرو اللينث بقى مش فارقه دلوقتي يعني يو كان بوت ذا لينث اور مور يعني مش هتفرق. خلي بالك في ARM و اوكي ايه اللي حصل؟ زيرو. واتس نكست؟
نرجع تاني للبرزنتيشن للحظة. يلا لو سمحت. حاجات مهمة بقى. ليتل انديان تحت هنا بيقول لك ان في حاجة اسمها الـ EPSR register في الـ ARM Cortex بيقول للبروسيسور آخر حاجة، آخر حاجة مش هكمل. بيقول للبروسيسور امتى تسويتش بتوين ARM، امتى تسويتش بتوين ثم. ودي في حتة اسمها الـ T-bit. الـ T-bit دي في register 32-bit اسمه الـ PSR which is the program status register. At bit 24 في register ده is the T-thumb state bit. وفي نفس الوقت الريجستر ده بيشيل الكاري فلاج والزيرو فلاج والكلام ده. هو ده الحته الـ PSR هو اللي بيشيل الفلاجز بتاعتك كلها. فان ان ذا EPSR بيت 24 الثمب بيت. طيب تعالى نعمل بقى اللي احنا قلنا ده. حلو نايس. قال لك ان الفيكتور تيبل في الاول واتس الايند باي 4 بايت، اتس 4 بايت الايند. احنا الالاينمنت شغال بتاعنا دلوقتي 1 بايت الاين، بايت الاين 1. عشان تقلبه دي، لو قلبته دي هتلاقي ستاك ادرس، ادي واحد. اثنين قال لك برضو نفس الموضوع اتس 4 بايتس الايند، فدي دي هلاقي ان الانتري بوينت بتاعي في ادرس دي 5. There is a trick here بس هنشوفها دلوقتي. وهكذا الفيكتور تيبل هعمله بس بسرعه. انا بس بظبط الفيكتور تيبل و وي ار فينيشد. في الفيكتور تيبل بيقول لك طب فين الزرار، انا عندي زرار على البورده الاقيها فين. ات از ات ذا اند اوف ذا فيكتور تيبل اللي هم دول بريفرال بريفرنس. الزرار بتاعك بيتريجر فانكشن من اللي هنا. تعالى بقى نسال سؤال بسيط قوي. انا جيت هنا مبدئين الثمب ستيت بت الت جي، هتقول له ان دي ثمب كده كود 16 مظبوط. طيب تعالى بقى نعمل، ما انا معايا الفيرموير انا عايز امباك. هروح لادرس دي 5 وهبرس بي، بي بتعمل فانكشن صح؟ nothing happens. Does anyone know why؟ قال لي انا الادرس بتاعي اللي هعمل انتري بوينت منه دي 5. انا رحت عند دي 5 and it's a function. Why didn't ida convert it to a function؟ It will not work. It's not right. See. Dost see? It will not work. خلي بالك the last bit of any ARM address tells you if it's an ARM instruction or is it a thumb instruction. لازم تعمل bitwise operation على the last bit. يعني تعمل ال address and it with 1 0 0 0 0 1. You will know if the bit is set or the bit is not set. So you know if you're in ARM or you are in thumb. ARM Cortex M0 ما فيهاش ARM instructions. دي بيستخدموها for hard fault. لما تحط دي ب1 هيحصل hard fault. It will stop. طيب تعال نرجع واحدة because I know لو هتشيل آخر bit هتبقى D4 P. Wait for it. Done. Perfect. This is the trick in ARM انك تبقى عارف which address is doing what. It's a very nice way in that one bit it is ignored literally, but it's very, very important. Now you know, لما تنزل تحت شوية, دي, it's an ARM. It's بتعرف امتى؟ When you do a branch exchange, a branch, BX instruction. بص لآخر bit, هتعرف انت رايح على ARM ولا عشان تعرف تظبط الكود بتاعك يبقى 32 ولا 16. This is one of the most important things في حتة reversing. This is how you reverse it by reading the architecture of the chip. انا وريتكم انا ما عملتش حاجه من عندي، انا قريت كتاب طبقته في ايدا. Do it for anything. Okay. مش عايز اطول بس this is the most important. Unpacking the binary. بقى عندك كل الفانكشنز على اليمين minus a little bit بس from zero to a lot of functions يعني. Now last thing and I'm off the stage واسف
اللي عايزني I will be here for a few minutes. Fault injection demo, 2 minutes. يعني last thing. FPGA, هشغل المايكرو كنترولر. أنا آسف. لوك 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 لوك. Infinite loop. مش هروح في حتة. مهما ندوست يمين شمال nothing. دي أردوينو. فمفيش كيبورد. موصل 1 pin بترانزستور وهدوس على my trigger. هتلاقي هنا الكهرباء بتطلع وتنزل. تنزل وتطلع. تنزل وتطلع. فمرة هتلاقي سبايك حصلت فوق المايكرو كنترولر اتجنن. تلاقي دلوقتي هتيجي نعم. مفروض يعني. جليتش قطعت الفولتج راح هو معلي على نفس الفولتج بقى and this is when the glitch happens and then you find beautiful things happen انك بتبايباس الانستراكشن او بتبايباس الوايل لوب فلاج why am I here فولتج اتاك بحت انا ما اتاكتش اي حاجه انا عديت الوايل لوب بفولتج اتاك انا اسف ان انا طولت بس انا حبيت ان انا اوريكم يعني ايه هاردوير هاكينج ويا رب يبقى فيلد عندنا في مصر وثانك يو سو ماتش ثانك يو